شيخي عندي طبيب أنا شيخي عندي طبيب ويعالجني بالدواء ويعالجني بالدواء يا الفقراء شدوا الحزام يا الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد طه الأمين وآله الطيبين المطهرين إلى يوم الدين. وبعد، في ما يكون من خير العبد في اتصاله بالله سبحانه وتعالى أن يكون متأسيا مقتديا بسيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون على المدد الساري الجاري للعبد، وأثره صلى الله عليه وسلم في تربية العباد باق إلى يوم الدين، لقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. ومن ثم جعل الله تعالى الاستمداد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لتشرق عليهم أنوار النبوة فيكملوا من بعده ما كان أصل وجوده صلى الله عليه وسلم في النفع للناس، ثم يأخذ عنهم ما يكون من ساداتنا التابعين إلى ما يكون من تابع التابعين مددا غير منقطع ولا مجدود إلى يوم القيامة، لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى ذلك يقول سيد ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه: إنما كان من أنوار الأولياء لما عليهم من إشراق نور النبوة، وكان من ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجم الغفير، وورثوا المقامات والأحوال بصالح الأعمال والأحوال والأقوال إلى ساداتنا التابعين رضي الله تعالى عنهم، فبثوا علومه وأحواله وشمائله رحمة محمدية سارية إلى يوم القيامة في الناس جميعا. وعلى ذلك، إن من نظر في ساداتنا التابعين رضي الله تعالى عنهم إنما ينظر في أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحواله وفي أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ساداتنا التابعين رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بذكرهم وبكل صالح ومقبول وولي إلى يوم القيامة، سيدنا التابعي الجليل، سيدنا سالم ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويكفي في ذكر هذا النسب أن نعلم أن الحديث عن سيدنا سالم إنما هو حديث عن وراثة عمرية لسيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه، ومن ثم نتحقق أنها وراثة محمدية كاملة لصلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما هو حفيد في النسب وحفيد لرسول الله في التربية صلى الله عليه وسلم. سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه ابن سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة رضي الله تعالى عنهم. ومن الجميل وبل ومن اللازم أن نعلم لتربية نفوسنا أن عطاء الله سبحانه وتعالى لا يختص بشكل من الأشكال أو لطائفة في صفة معلومة من الناس، إنما ذلك فضل الله. الله تعالى يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان على المختصر مما غنم الناس بوعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كسرى ومن الفرس أن سيقت مجموعة من السبايا والأسرى في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان من جملة ذلك ثلاث بنات لكسرى ذاته، فلما جيء بهن إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا علي: يا أمير المؤمنين، يعني سيدنا عمر، ارحموا عزيز قوم ذل، ولا أرى بعد ذلك، أي بعد ما هزم كسرى، أن نذل بناته من بعده أن تكن سبايا للناس.
فاقترح أن يشتريهن وفعل ذلك، ثم قسمهن زوجات مباركات طيبات صالحات. أخذ الزوجة الأولى أو البنت الأولى لكسرى لولده سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، فولدت له علم الناس سيدنا زين العابدين رضي الله تعالى عنه، وأعطى المرأة الثانية لسيدنا محمد ابن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فولدت له سيدنا القاسم رضي الله تعالى عنه، كذلك هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. وثالث النساء زوجها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لسيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب، فكان ناتج ذلك ذلكم العلم التابعي الجليل ذي القدر العظيم سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه. ولد في زمن خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من مدد الله له أن نشأ في بيت صحابي ابن صحابي، الأنوار المحمدية والآثار العمرية تتجلى في هذا البيت. كان سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه أحسن من تلقاه والده الصحابي سيدنا عبد الله، شبعه القرآن وشبعه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وملأ جوارحه وجنبات عمره كلها بآثار سيدنا النبي وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قد تعلم أنوار النبوة والدين كله من والده سيدنا عبد الله الصحابي وأصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم كما قال صلى الله عليه وسلم. وزاده أن دفعه إلى المسجد النبوي حيث صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغنم من كل باب ومن كل مشرب ومن كل ذوق ونسمة. إذا كنت من كل الطباع مركبا فأنت إلى كل القلوب حبيب، كما يقول تمام الشاعر الحكيم. أخذ عن سيدنا عبد الله والده، وأخذ عن سيدنا أبي هريرة، وأخذ عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري، وأخذ عن سيدنا أبي لبابة وسيدنا أبي رافع وجم كثير من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله والده يحب حبا كثيرا حتى لامه الناس باشتغاله بولده سيدنا سالم كأنما هو أمه أم ولد التي كانت في الأصل أحد السبايا. فكان سيدنا عبد الله والد سيدنا سالم يقول للذي يلومونه في حبه لسيدنا سالم، يقول: يلومونني في سالم ولم يعلموا، وجلدة بين الأنف والعين سالم. كأنه يريد أن يقول أنه حبب إلي سالم، وأشار إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عن سيدنا عمار بن سيدنا ياسر، قال عمار: جلدة ما بين عيني. هذا هو الحب الذي يتخلل الوجدان ثم الوجود البشرية كذلك. أحبه وعلمه حتى تفقه كثيرا، وتعلق بأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى صار أحد الفقهاء السبعة. ولما نقول أحد الفقهاء السبعة إنما نتحدث عمن كان الناس يأتون إليهم في مشاغلهم كلهم وخصوماتهم كلهم ومنازعاتهم جميعا، ولا يصدرون إلا عن رأيهم، بل إن الذي يكلف بالقضاء حتى من أمير المؤمنين كان لا يفتي ولا يفصل بالناس إلا على رأي هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنهم، الذين كان أحدهم سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على قوة أثر سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه والإمام إسحاق بن راهويه رضي الله تعالى عنهما وكل ساداتنا المحدثين كان يقولان: أصح الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الزهري عن سيدنا سالم عن أبيه سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه. ونعلم بهذا أن المصدر أكثر من أن يدلل بأنه ثقة، إنه حجة في حديثه صلى الله عليه وسلم. ولا تزال حياته عامرة سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله تعالى في رجوعه بعد الحج قريبا من المدينة، ودفن في سنة 106 للهجرة في البقيع بجوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وافق ذلك مجيء هشام بن عبد الملك الذي كان خليفة، وافق مجيئه وصلى عليه في البقيع رضوان الله تعالى عليه. كان سيدنا سالم زاهدا عابدا قانتا حافظا
على الأخلاق والأثار المحمدية محافظا، كان علما بين الناس، كان يستسقى من قوله ومن حاله ومن عمله ما يكون فيه الدلالة الصحيحة والوراثة النبوية الكاملة. أقف معكم على ما يكون من موقفين يسيرين في ظاهرهما، فيهما دلالة عظيمة فيما نحتاج إليه في وقتنا هذا من مواقف سيدنا سالم الكثيرة رضي الله تعالى عنهم. أولهما ما روي أن الحجاج ابن يوسف أعطى لسيدنا سالم ابن سيدنا عبد الله رضي الله عنه موضوع هذا الحديث، أعطاه سيفا وأمره أن يتوجه إلى رجل سماه له أن يقتله. جاء سيدنا سالم رضي الله عنه إلى هذا الرجل ووقف عنده وقال: إني مرسل إليك من الحجاج بأمر قتلك، هل أنت مسلم؟ فقال له: أنا مسلم، فامضي لما أمرت به. لا يريد أن يضيق على سيدنا سالم وأن يمضي أمر الحجاج فيه لرفعة قدر سيدنا سالم. قال له: أنا مسلم، فامضي لما أمرت به. قال: أسألك، هل صليت الصبح اليوم؟ قال: نعم صليت الصبح. فرجع من عنده إلى الحجاج مباشرة وألقى السيف وقال: لأقتلت الرجل؟ قال: لم أقتله. قال: لم؟ قال: إنه كان مسلما وإنه صلى الصبح في هذا اليوم، وقد سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فأردت أن يكون الرجل في ذمة الله وأبرأ من قتله. قال: لسنا نقتله، الحجاج يقول لسنا نقتله لصلاته للصبح، إنما كان مع الفئة التي قتلت سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: دونك كثير أولى مني من الناس بمن يأخذ حق سيدنا عثمان وولى. وهذا دليل على ما نحتاجه إلى تبصر الإنسان في عرض الناس، أعراض الناس ودمائهم وأموالهم، وأن حرمة المسلم تبدأ لزاما من نطقه بالشهادتين وصلاته مع الجماعة. ما أحوجنا أن نرد إلى هذا المعنى في عصمة الناس في كل أحوالهم، دمائهم، أموالهم، أعراضهم، من لهم، بمجرد أنهم دخلوا في زمرة المسلمين نأخذها قبسا نيرا من حياة سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف آخر كذلك جليل لسيدنا سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه الإمام سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، قال: دخل هشام ابن عبد الملك خليفة للناس، دخل الكعبة، أي كان قريبا من الكعبة، وفي ذلك إشارة إلى علو قدره وأنه كان بمكان رفيع، خليفة بين الناس أو أميرا على الناس، كان من مرتبته العالية أن لا يذكر أنه في المسجد الحرام، ولكن يقال إنه دخل الكعبة للزامه لها وتوسعة الناس له. دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فوجد سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يكرمه لإكرام الله له ولرفعة منزلته ولطيب نسبه وأثره ولمقامه كفقيه من الفقهاء السبعة في المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدنا سالم في جوار الكعبة المشرفة، رزقنا الله الطواف عندها والنظر إليها والصلاة عندها وكل المسلمين، قال له: يا سالم، سلني أقضي لك أي حاجة، سلني أي حاجة تحب. فقال له هذه الكلمة النفيسة التي تشعرنا، بل فيها بيان صريح في أن الذي حضر مع الله لا يغيب عما سواه ولا يحضر مع أحد من سوى الله سبحانه وتعالى. قال له: يا سالم، اسألني أي حاجة أقضيها لك، هو أمير للناس. فقال له سيدنا سالم هذه الكلمة: إني أن أستحي أن أسأل غير الله وأنا في حرمه. فلما خرج هشام بن عبد الملك وخرج سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه، عاود الكرة وعاود منه الطلب، أعني هشاما لسيدنا سالم، وقال له: قد خرجنا الآن من الحرم ومن الكعبة، سل ما تحب. فقال له: أمن حوائج الدنيا أمن حوائج الآخرة؟ قال: حوائج الدنيا. فقال: يا هشام بن عبد الملك، إني لم أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أسأل الدنيا ممن لا يملكها؟ وأعرض عنه. الذي يكون قلبه عامرا بالله لا يثق إلا في الله، ولا يحسن السؤال والرجاء ومعية القلب إلا بالله عز وجل. هذا سيدنا سالم، هذا أحوال ساداتنا التابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذكرهم، وأن يجعلنا على آثارهم، وأن يجعل أجيال المسلمين
قائمة على حفظ عهود هؤلاء كما حفظوا عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحقهم وبقدرهم وبنياتهم يا ربي احفظ اللهم وطننا وسائر بلاد المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا، وبلغ المقاصد لكل قاصد، وصلى الله على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وآله الطيبين مطهرين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شيخي